ما هي قراءتكم لتطور مسار الحرب الآن في غزة، خاصة بعدما قال الجيش الإسرائيلي أنه دخل إلى قلب غزة؟ تحية لحضرتك. هو بدأ يدخل في الطرق التي تؤدي إلى قلب غزة، سواء كان في جباليا، في حي الزيتون، في بيت حانون، في تجاوز يعني عمل التفاف في مناطق شرق مخيم الشاطئ، تل الهوى، يعني التف من مناطق خلف تل الهوى، فأصبح في مناطق يعني 600-700 متر داخل غلاف مدينة غزة. لكن هو المحك، هل القوات دي ستبقى أم ستنسحب ليلا؟ هو ده القضية، لأن هو دايما خسائر المهاجم في حرب المدن بتكون في التمركز، عندما تتمركز تلك الوحدات المدرعة، لأن هو موضوع الترجل صعب، هتكون يعني هدف سهل لعناصر الكورنت والار بي جي، مضادات الدروع، اللي اثبتوا كفاءه كبيره، واللي بيتكلم فيه المتحدث العسكري ابو عبيده باسم كتاب عز الدين القسام بيعكس ذلك الحقيقه، ومتابعتنا الحقيقه، وكل شيء موثق، ولم يخرج الجانب الاسرائيلي ليفند او ينفي صحه فيديوهات بتنشرها كتاب عز الدين القسام. على الجانب الاخر لم نرى لدى الجانب الاخر اي فيديوهات تبين، حتى يعني طبعا في فيديوهات احنا بنشوفها اللي هو يعني قتل المدنيين وهدم الاحياء وخلافه، لكن ما شفناش اي شيء يعكس يعني نجاعه او قدره في العمل الهجومي. وانا ارى ان ما تم حتى الان هو منتظر، وان كتاب عز الدين القسام خطوطها الدفاعيه تبدا من الخطوط التي دخل عليها الجانب الاسرائيلي اليوم. الخسائر هتزيد في المدنيين الموجودين في كلما اقترب من قلب غزة، وهتزيد في الجانب الإسرائيلي، لكن يبقى خسائر اللي بيوقعها الجانب الإسرائيلي في غزة هي في المدنيين، في النساء والأطفال، يعني حتى في النساء والأطفال هو الأكثر، يعني أكثر من ثلثي العدد من النساء والأطفال. مشكلة الجانب الإسرائيلي في المرحلة المقبلة أنه مضطر للترجل، يعني الجنود المشاة اللي سواء في المركافة، لأن المركافة بيبقى فيها 6 مشاة مع طاقم المدرع، أو المدرعات الموجودة النمر والأخزرت والنجامشون، وإن كان هناك مركبات أخرى، إن هم ينزلوا ويترجلوا، لأنه مش هيقدر يمسك الأرض أو يفتش الأرض أو يسيطر على المباني.